حمل النائب السابق عن محافظة البصرة توفيق الكعبي إدارة المحافظة الجزء الأكبر من المسؤولية عن نقص الخدمات التي أجبرت ابناها على الخروج بتظاهرات للمطالبة بحقوقهم، فيما بين أنه تم صرف 199 مليار دولار للمحافظة منذ عام 2003 وحتى الآن دون أن نرى أي إنشاء لمحطات توليد طاقة كهربائية أو محطات لتحلية المياه، كما لم نجد أي مشاريع للعمل أو القضاء على البطالة. ولفت الكعبي إلى أن اللجنة الوزارية التي جاءت إلى البصرة كانت متأخرة، مشيرا إلى أن المواطن فقد صبره بسبب انقطاع الكهرباء والماء المالح غير الصالح للشرب والبطالة وانقطاع سبل العيش والرزق.